خليني ابدا بيك يا مغربي، وهي يعني حياتك ازاي؟ لانه الاثنين مختلفين في حاجات كتير. مغربي طول عمره في النادي من هو صغير، كان بيلعب في اكاديميه النادي الاهلي من وانت صغير، وتدرج لغايه لما وصل اللي حضراتكم شايفينه. على الجانب الاخر محمد ياسر من اللاعبين اللي اشتراه من النادي الاهلي من 3 سنين او من 4 سنين من الكشافين اللي احنا بنتكلم عنه. ف مثالين مختلفين في حاجات كتيره جدا. فمغربي اعتقد ان انت وجودك في النادي الاهلي من زمان جدا، يعني من يعني تقريبا انا بدات في الاكاديميه النادي الاهلي في 6 اكتوبر هنا سنه 2007. كان ساعتها كان عندي 6 سنين، دي كانت بدايتي مع النادي الاهلي. بعد كده لعبت في الاكاديميه لمده سنتين، كنت بتصعد مع الفرقه الاكبر دايما. كنت دخلت اختبارات الناشئين قبل ما فرقه ال 2001 اللي هي فرقتي تتعمل مع مواليد 2000. ساعتها اختاروني وقالوا لي مين اللي اختارك في الوقت ده؟ ساعتها كان كابتن عصام صلاح كان بيتفرج، هو كان هيبقى السنه الجايه هو مدرب ال 2001. هو كان بيتفرج يشوف اللعيبه ال 2001، فهو اتفرج وشافني قال لي انت لعيب كويس وهتكمل سنه مع ال 2000 وتبدا من السنه الجايه تتأيد مع فرقتك اللي هي ال 2001. وبس وكملت السنه مع فريق. وده التطور الطبيعي اعتقد، بمعنى ان انت ايه اكاديميه، وبعد الاكاديميه فريق ناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده فريق اول، وبعد الفريق الاول بيجي لك فرصه ان انت يتم اعارتك. اعتقد ده التطور الطبيعي بتاع اللاعب الكويس. مظبوط، الحمد لله. يعني هو خطوات الحمد لله الواحد عدى عليها كلها، وبرده الواحد كان محظوظ ان هي الفرصه في الفريق الاول جات له في وقت زي ده، اللي هي فجاه من ناشئين كده الموضوع كسر رابطه يتعمل. طبعا كانت فرصه كويسه لكل قطاع هو يطلع يثبت امكانياته، وحتى شفنا لعيبه كتير كويسين. وبعدها الحمد لله برضو جات لي فرصه، دي كان من حسن حظي يعني، في كاس العالم بشكر عليها طبعا الجهاز الفني ومستر موسيماني وكابتن سامي قمصان وكابتن سعد عبد الحفيظ، ان هم كانوا واثقين فيا ان انا العب على طول كده بطوله كبيره زي كاس العالم. كبير كمان بالظبط،